بسم الله الرحمن الرحيم. لواء أحرار الجبل الوسطاني التابع لتجمع ألويت وأحفاد الرسول يقوم بقصف وادي الضيف والحامدية بقذائف 130 بقيادة الملازم أول أحمد نصار قائد كتيبة المدفعية في لواء أحرار الجبل الوسطاني. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. اللهم سدر المياه. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. خل احكي على ابدا هي يا خال. خل احكي على ابدا هي.